روايات الصعوبات، يعني كهرباء دي مليانة، كهرباء دي ما ينتولى حاجة القصبة، روايات الصعوبات أبيك لا تدمل صعوبة تعقيد النفس البشرية، يعني هرما دي لا تشوي رتبو فتني جونيا وقلاني وقلاني منها نيكي بهرما دي لله، لأن النفس البشرية مؤثرة جدا. بريع تركيب اللي بيفهم بنوكا نيجوما كسكا بولا يرفو وتقول لهم وين السرقة قطعها والتنالية من المعلم الأول ومرحلة انتقالية تحت ما دين بداية كمان حتى ما دين ينينا أنا أدرس كنا كسي أو أكبره وشوارهم كسي علاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنا علاقة يعني حتى ما دين توجه أنا علاقة يعني بدان فهم بريدين تشيني بريدين على كده سامي قال 23 سنة يلا كسر المسافة حرم الدين لله كعدني حرم الدين لله مين كما وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ربو تجسيب حرم الدين كاكيب مين وعمليا ينعرف رأس المسافة قال لا شك فيه كلكم يقرأ أن الوحي استمر نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة متواصلة سام واسمع تلمنونا من الجهد كمس منا والضرب عن اليني والتعب كل ذلك على كريم بلاي لأنك يوسف من بلاي لتصح العقيدة العقيدة الصحة وتتحقق عقيدة الدنيا بالقول والعمل والسلوك ثم لا عن بارا لا تقول ريت أبني كذا كان كذا ما يصير أكاد أفهم لي أكبرني أتجي كمان أكبرني أتجي كبار كبيرة أكبرني أتجي كسلوك أجورة وده تعمق بها البواعث الخيرة سواء من دهر من دين نيع إلا إن يعني سرقة وقد دينون حرب عن دين سكون القصر لكن حرب عن دين دوية ويست أصل بها المؤثرات السلبية فهم من يدون سيرة تأثير بها مدينة سلبية كيف ممكن قبل قرن دموكا قبل قرن دموكا قبل جيوتا قبل رفو ولكن هناك مسؤولية لأن البواعث يساوي من نوره وبها مدينة كان يساوي قروي من ذلك هم عندي دمائي كان يساوي من مربوية لكن هذه المسؤولية دي مسؤولية سيدي إن كانت هي رسالة الأنبياء والرسل كراوني من نوره سكراكي بك قلنا نتيجة لما ليس فقط مجرد